السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء الخاصة بالسنة الثانية من التعليم الثانوي إعدادي احتراق الكربون. إذا في هذا الدرس هذا غادي نشدوا الفحم، علاش؟ لأنه فيه نسبة كبيرة ديال الكربون، تقريبا 98%، ولذلك استعملناه بدل الكربون في التجربة لأنه هو أكثر عملي ويوجد في الطبيعة بوفرة. في الفيديو الجانبي كما تلاحظون غادي نشدوا واحد القارورة وغادي نديروا في تحت ماء الجير. إن كنتم تتذكرون جيدا، ماء الجير هو يكشف عن وجود ثاني أكسيد الكربون، ملي كيكون ثاني أكسيد الكربون يتعكر. درنا ماء الجير وثم درنا واحد التيو باش نعمرو القرعة مزيان بالأكسجين، حيت هي فيها الهواء، ولكن أنا بغيت الأكسجين بوحدو. الهواء شنو فيه؟ فيه الأكسجين والأزوت، ولكن أنايا كيهمني غير الأكسجين، داكشي علاش درنا الأكسجين بوحدو. شدينا الفحم، شعلناه شوية ودرناه في القارورة، كنلاحظو أنه تطاير شرارات كثيرة وماشي كما كنشعلو الفخر في الجو العادي. إذا في هذه الحالة هذه ملي كنلقاو شرارات كثيرة كنستنتجو أن الغاز اللي بلا به ما يمكنش يكون الاحتراق هو ثنائي الأكسجين. ما تم تبسيط ديال هذاك الرسم بهاد الوثيقة التالية، شدينا الفحم درناه في القارورة شرارات، كنلاحظو أنه في هنا طبعا كاين ماء الجير، إذا يقدر الماء الجير حتى من بعد عاد نزيدو كي بحال، كنزيد ماء الجير كنلقاه أبيض، كنستنتج أن الفخر ملي كيتحرق أشنو كيدير؟ كيعطي ثنائي أكسيد الكربون. داكشي علاش في المنازل ديالكم كيقول لكم ملي كتشعلو الفخر مجمر ولا مثلا كتشفي، ولا بعض الناس مثلا اللي عندهم ثقافة مثلا أنهم كيبخرو المنزل في وقت البرد في القرى وإلى آخره، كيقول لك ما تسدش عليك البيت وانت مجمر، حيت كاين الناس مثلا في القرى كيكون عندهم البرد قارس كينعس وكيخلي الفخر حداه. علاش؟ ملي كيتحترق الفحم كيعطي ثنائي اكسيد الكربون، وبالتالي سيسبب اختناقا لذلك السيد. واش مفهوم؟ اذا في هذه الحاله يمكن تبسيط هذا بالجدول التالي. هذا الجدول هو اللي كيتعطى في الفروض بزاف. الجسم المحروق بحال اللي قلنا على اسم مفعول، طبعا خليته اسم فاعل واسم مفعول. الجسم المحروق هنا شكون هو؟ هو الفحم، ثم باختصار اللي كيهمني هنايا هو الكربون. اذا غادي ندير الكربون. ثم الجسم المحرق الذي بدونه لا يمكن ان يحدث الاحتراق لسبب الاحتراق. عندك تقول لي اللهب، اللهب غير بحال قلنا وسيله، اذا بحال قلت حفاز، ولكن في نهايه المطاف شكون هو المسؤول هنايا؟ هو ثنائي الاكسجين، ثنائي الاكسجين داك الغاز. واخيرا شنو عطاني هنايا الجسم النتيج؟ شنو هو؟ عندك تقول ماء الجير، شحال من واحد كيديرها؟ ماء الجير غير كاشف، ثنائي اكسيد الكربون. اذا يمكن تمثيل هذا الجدول باختصار على الشكل التالي، كنكتبو الكربون زائد ثنائي الاكسجين كيعطيني سهم، اش كيعطيني؟ الكربون زائد ثنائي اكسجين كيعطيني ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكربون. اذا هذا باختصار هو الدرس. نتمنى اعزائي تكونوا فهمتوا مزيان. دمتم اوفياء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.